الهلال والاتحاد عراقة التنافس صراع العمالقة كلاسيكو الإثارة ولقاء الكبار تاريخ من الذكريات وموعد جديد من التحديات قمة الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ملعب الجامعة في العاصمة الرياض كما هي العادة تقصده جماهير الزعيم العاشقة ومحبو العميد المتيمون والهدف المنشود فرحة بالانتصار صاحب الضيافة الهلال المتربع على القمة يعيش أفضل حالاته محليا وقاريا انتصار آسيوي مؤخرا منحه صدارة مستحقة سبقه الفوز 12 في مسيرة الدوري من المجمع الصفوف مكتملة في المعسكر الأزرق والكل متأهب لمساء 22 من فبراير الروماني لوشيسكو بكتيبته المدججة بالنجوم يمني النفس بالمضي قدما في حصد العلامة الكاملة والوصول للنقطة 44 والتشبث بالمقعد الأول في المقابل الاتحاد القادم من ضفاف العروس والذي يعيش أحوالا متقلبة منذ بداية الموسم ولم يذق طعم الانتصار سوى في 5 جولات أدخلته دائرة الخطر باحتلاله المرتبة 13 في سلم الترتيب حال العميد استمر في التذبذب فهو قادم من انتصار عربي أوصله لنصف نهائي مسابقة الأندية العربية للأبطال قبل أن يتلقى خسارته 9 دوريا من أمام ضمك وهو ما أحدث التغيير الكبير بجلب البرازيلي كاريلي ليحل محل الهولندي تينكات تغيير أنعش المدرج الأصفر وأعاد أحياء الآمال بدءا من مواجهة الهلال الأكيد أنه بالرغم من اختلاف الظروف وتباعد الطموح إلا أن كلاسيكو الزعيم والعميد لا يخضع لأي مقياس كما اعتاد متذوقو الساحرة وهما يجعلنا بانتظار المتعة والندية والكثير من جمال كرة القدم.